وتبقى الدولة المصرية بكافة مؤسساتها هي الدعم الأول للأشقاء السودانيين في محنتهم، دعم ليس فقط لوجستي أو نفسي بل صحي وأيضا اجتماعي. مشكور الرئيس السيسي ما قصر معانا والله والله، نحن العلاج عالجونا، أكل شراب أي حاجة، ما خلوا لنا حاجة والله. الأولاد دي كلهم يأكلوا البسكويت من الصباح والموية الباردة، موية الصحة، ما خلوا لنا حاجة، نشكرهم والله. ما قصروا معنا الناس دي، يعني خدمونا خدمات حلوة جدا جدا، يعني حتى العجزة في 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 حاجات يعني طرق توصلهم يعني للمكان المخصص لهم، والعلاجات مجان والأكل والشرب، يعني استقبلوا. وأنا بحيي السيد الرئيس السيسي يعني على خدماته لنا وإنجازاته لنا. السودانيين وضميتونا عليكم، ما شاء الله ما شاء الله عليكم، ربنا يحفظكم ويحفظ بلدكم يا رب، ويقوي السيسي ويقف معاكم يا رب، ويقف معانا وضمان السيسي، رحبينا وما شاء الله كمية من السودانيين خشوا مصر، ما شاء الله ما لقينا غير التعامل السمح ومعاملة حلوة، ورحبتوا بينا، وحتى العلاجات اتعالجنا الحمد لله والله ما شاء الله. يعني أي حاجة وفرتها لنا في المعبر المصري ما قصرتوا والله، نشكركم ونشكر السيسي. كلمات شكر لمصر وقيادتها السياسية على حفاوة الاستقبال في المعابر الحدودية، وأيضا سهولة الإجراءات في الحصول على التأشيرات. أنا كنت محتاجة الأنسولين، وفروا لي أنسولين، وفروا لي حبوب بتاعت عصب، وفروا لي أي حاجة احتجتها وفروها لينا. من الصباح الحمد لله جابوا لينا كمية بتاعت موية، كمية بتاعت مواد غذائية، كفتنا كفاية. يجونا تاني عايزين ولا ما عايزين؟ صراحة صراحة مما دخلنا المعبر المصري نهائي ما قصروا معانا. الوضع صعب شديد خالص من كله، لا علاج، لا أكل، لا شراب، لا وضع أمني، كله نهب سلبي، حريقة، ضرب شديد. عشان كده نحن طلعنا وجيناكم هنا، وانتم ما قصرتوا معانا، استقبال حلو، أكل اديتونا، علاج، أسا أنا كراعي برضو على جالي، واستقبالكم ذاته المعنوي والمادي والشخصي كله حلو والله. الصراحة ناس جدا راغين في التعامل، وهم طبعا مش جديد عليهم، هم حضارة يعني، وهم فعلا أم الدنيا، ونحن نعتبر انه هم بالوقت امي واب الدنيا بالنسبه لنا السودانيين. الله يكرمهم والله يجزاهم الف خير ان شاء الله. وصل الى الاراضي المصريه من النازحين السودانيين حتى الان اكثر من 70,000 لاجئ، منهم 8,000 حصلوا على دعم صحي. كلمات تقدير وعرفان للدولة المصرية على ما قدمته من تيسيرات لكافة جنسيات العالم وخاصة السودانيون، لتؤكد الدولة المصرية وقوفها جنبا إلى جنب مع كافة جنسيات العالم. من معبر قصر الحدودي، أشرف مبارك، التلفزيون المصري.